السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في فيديو ريفيو جديد من عالم السيارات. معاكم عمر عبد المقصود، ومعانا النهاردة كيا سبورتاج بلاك اديشن 2022. هنتعرف النهاردة على كل التفاصيل المتعلقة بالعربية دي اللي تعتبر الفئة الخامسة من العربية، ودي أحد الإضافات اللي حصلت في موديل 2022 بنسختها البلاك اديشن. عايز أقول لكم أن التجهيزات تقريبا واحدة ما بينها وما بين الفئة الأعلى اللي هي التوب لاين بلس، لكن في شوية لمسات جمالية نقدر نقول عليها خارجيا موجودة هنا في العربية هنتعرف عليها، وداخليا كمان. فصل صغير زي ما تعودنا هناخد فيه لفة حوالين العربية من بره ومن جوه، وبعد كده نرجع نتكلم على كل التفاصيل المتعلقة بكيا سبورتاج 2022 بنسختها البلاك اديشن. انتوا عارفين الناس اللي على السوشيال ميديا اللي بيقول لك انا ادفع 400-500 الف جنيه في عربيه صيني ليه لما انا عندي بديل كوري او ياباني او اوروبي؟ اهي دي بقى البديل الكوري لاي عربيه اس يو في بتنافس في السوق المصري. اول ما تيجي سيره عربيه كوري، الناس على طول دايركت بتتكلم في السيدان على الكيا سيراتو، وبتتكلم في الاس يو في او الكروس اوفر على كيا سبورتاج. وبالتالي ما عندناش كلام كتير نقدر نقوله عن تاريخ كيا وتاريخ سبورتاج، لانه الشارع هو الحكم في النقطه دي. انزل الشارع سواء حبيت شكل العربيه ما حبيتهاش، حبيت التجهيزات بتاعتها او ما حبيتهاش، انزل الشارع متهيألي مفيش منطقة في مصر مش هتلاقي فيها كيا سبورتاج. العربية مسمعة بشكل كبير، مبيعاتها في السوق المصري مبيعات ضخمة جدا، بتنافس بشكل قوي جدا في فئة الاس يو في. الخلاف اللي داير دلوقتي داير حوالين الشكل الجديد اللي نزل في اوروبا وكوريا الجنوبية، طبعا منشأ علامة كيا الكورية. شكل مختلف، شكل ثوري، شكل الناس كلها كان نفسها ان هي تنزل السوق المصري. هل هينزل مش هينزل؟ هو ده بقى الجدل اللي داير. طب لو هينزل هينزل امتى؟ لسه مفيش اي معلومات رسميه من وكيل علامه كيا هنا في السوق المصري اي اي تي عن صدور الشكل الجديد لكيا سبورتاج، ولكن ده الشكل اللي موجود عندنا موديل 2022، ودي تحديدا النسخه البلاك اديشن او النسخه او الفئه الخامسه من العربيه. عندنا اربع فئات بينزلوا في السوق المصري، بيبدا اسعارهم من الفئه الاولى ب 415,000، بعد كده الفئه الثانيه 460,000، بعد كده الفئه الثالثه 495,000، والفئه الرابعه ب 535,000، وبتزيد 5000 جنيه ب 540,000 عشان توصل للفئه الخامسه اللي هي البلاك اديشن. زي ما قلت لكم فرق ال 5000 جنيه ما بين الفئه الرابعه والفئه الخامسه اللي معانا اللي هي البلاك اديشن موجود فيه بعض اللمسات الجماليه خارجيا وداخليا في العربيه اللي هنتعرف عليها بالتفصيل دلوقتي، وهنتكلم كمان على ابرز الاختلافات ما بين الخمس فئات اللي بتنزل بيهم العربيه، ونبتدي زي ما بتبتدي دايما بمقدمه العربيه. على مستوى التصميم خارجيا وداخليا العربيه ما فيش فيها اي اختلاف ما بين موديل 2021 و2022، وبرده ما فيش اي اختلاف ما بين الفئات الاربعه اللي قبل البلاك اديشن والبلاك اديشن، ما عدا زي ما قلت لكم في المقدمه بعض اللمسات الجماليه اللي بتخلي البلاك اديشن مميزه عن الفئات اللي قبلها. موجوده طبعا اللمسات الجماليه دي في مقدمه وجنب وظهر والمقصوره الداخليه للركاب هنا في العربيه. مبدئيا في المقدمه عندي اول لمسه جماليه موجوده في الفانوس الامامي، الارضيه بتاعته بتيجي باللون الاسود، الازاز بتاعه بيجي فومي شويه او لون غامق شويه. عدسه الاضاءه الرئيسيه اللي موجوده هنا بتبقى ال اي دي سواء في الفئه الخامسه او الفئه الرابعه اللي قبلها، بقيه الفئات بتيجي الاضاءه بتاعتها هالوجين، لكن الاضاءه النهاريه اللي موجود ليها اربع عدسات موجودين هنا الاضاءه بتاعتهم بتيجي ال اي دي بدايه من الفئه الثانيه والثالثه لحد الفئه الخامسه، وكذلك الاشارات الجانبيه الموجوده جوه الفانوس الامامي. عندنا كمان الفوج لايت الاماميه والموجود في كل الفئات، والاضاءه بتاعته واحده في كل الفئات برضو، الاضاءه بتاعته بتيجي هالوجين مع عدسه لتركيز الاضاءه. نلاحظ كمان ابرز لمسه جماليه
الداخليه موجوده هو الشبكه الاماميه اللي بتيجي من الجلاس بلاك او بلاستيك الاسود اللامع، شكلها مميز جدا وطبعا اكيد تكون مختلفه عن الفئات اللي قبل الفئه البلاك اديشن او الفئه الخامسه. وكذلك برضو من ضمن اللمسات الجماليه شعار كيا اللي موجود هنا للخلفيه بتاعته بتيجي باللون الاسود اللامع، وكلمه كيا المكتوبه فيه بتبقى باللون الرصاصي الغامق شويه. الاحظ كمان تطعيمات من البيانو بلاك موجوده هنا على منتصف الاكسدام الامامي، وبتيجي عند الجنبين اليمين والشمال بتعمل زي فريم حوالين الفوج لايت الاماميه مع فتحات التهويه الجانبيه اللي موجوده هنا، دي فتحات تهويه حقيقيه لتهويه منطقه الكاوتش وديسكات الفرامل سواء اليمين او الشمال. وده هياخدنا لمستوى فتحات التهويه. فتحات التهويه في العربيه في المقدمه هنا مكونه من الشبكه الاماميه كلها مفتوحه، ما فيش فيها اي اماكن مغلقه او مصمطه. عندي كمان فتحات تهويه موجوده هنا في منتصف الاكسدام الامامي مكونه من ريشه واحده، وعندي كمان فتحات تهويه سفليه مكونه من ريشتين موجودين اعلى الديفيوزر الامامي. الديفيوزر الامامي من قدام بيجي جلاسي بلاك او بلاستيك اسود لامع، لكن من الجنب بياخد لون البلاستيك المط وبيكمل معايا الاقواس الكاوتش من الجنب والعتب بتاع الابواب ولحد الديفيوزر الخلفي. طبعا في عندي تصفيح كامل اسفل المحرك. في حساسات اضاءه موجوده بدايه من الفئه الاولى لحد الفئه الاخيره، اما حساسات المطر فهي موجوده في اخر فئتين فقط اللي هم الفئه الرابعه والفئه الخامسه اللي هي البلاك اديشن. ده كده سريعا مقدمه العربيه. تعالوا بقى ندخل على المحرك ومنظومه الحركه في العربيه ونتعرف عليهم ونتعرف كمان على نظام التعليق في العربيه. يلا بينا. الناس بقى اللي عايزه تريح دماغها من موضوع التربو ونقص الزيت في الموتور، وعايزه تريح دماغها من موضوع الفتايس الدي سي تي والدول كلاتش ويت ولا دراي والكلام ده كله، لا هنا بقى هتريح دماغك. بس خلينا نتفق اتفاق مبدئيا ان العربيه مش الاداء الرياضي خالص. هي ممكن يكون شكلها رياضي لكن الاداء بتاعها مش اداء رياضي خالص. ليه بقى؟ لان المحرك هنا بتنفس طبيعي مبدئيا 1.6 لتر او 1600 سي سي، متوصل على نقل الحركه اوتوماتيكي عادي جدا من 6 سرعات، ولا دول كلاتش بقى ولا سي في تي ولا اي وجع دماغ خالص. المنظومه دي كلها بتطلع قوه 140 حصان وعزم 161 نيوتن متر عند 4850 لفه في البعيد خالص. ولذلك انا بقول لك العربيه من اولها كده لازم تبقى عارف ان هي مش للاداء الرياضي. ولذلك كمان التسارع بتاع العربيه من 0 ل 100 في 12.1 ثانيه، تسارع بطيء الى حد ما، ولكن طبعا بيتناسب مع طبيعه حجم ووزن العربيه وطبيعه استخدامها. هي عربيه عائليه في المقام الاول. وعندنا كمان معدل استهلاك البنزين اللي يعتبر الى حد ما ممتاز جدا، 6.7 لتر لكل 100 كيلو متر العربيه بتمشيهم، وده طبعا يعتبر رقم لطيف مش وحش. طبعا عندنا زي ما قلت لكم تصفيح كامل اسفل المحرك، التعليق الامامي بيجي ماكفيرسون والتعليق الخلفي بيجي مالتي لينك منفصل، وده برضو احد ابرز الامتيازات في العربيه دي التعليق الخلفي بتاعها. تعالوا بقى نتنقل لما يتعلق بجنب العربيه ونتعرف على ابرز التجهيزات فيه ونتعرف على ابرز اللمسات الجماليه الموجوده في جنب العربيه للنسخه البلاك اديشن. يلا بينا. من ابرز اللمسات الجماليه اللي موجوده هنا في جنب العربيه في البلاك اديشن هو الجنط. الجنط هنا مقاسه 17 انش تحديدا، من الفئه الثانيه لحد الفئه الاخيره المقاس بيبقى 17 انش، لكن الفئه الاخيره او البلاك اديشن هنا بيميزها ان الجنط بيجي بلون اسود لامع زي ما احنا شايفين. لكن النقشه بتاعه الجنط في الفئات كلها بتبقى واحده، وزي ما قلت لكم في الفئه الاولى بتبقى 16 انش. برده اللمسه الثانيه او اللمسه الجماليه الثانيه اللي موجوده هنا في البلاك اديشن في جنب العربيه هو الروف راكس. الروف راكس موجوده في الفئات الخامسه، لكن هنا في البلاك اديشن بتيجي باللون الاسود. اللمسه الجماليه الثالثه اللي موجوده في جنب العربيه هو ترم من البيانو بلاك او الاسود البلاستيك الاسود اللامع موجود هنا فوق العتب بتاع الابواب. العتب بتاع الابواب نفسه موجود في كل الفئات وبيجي باللون الاسود المط وبيكمل معايا مع اقواس الكاوتش والديفيوزرز الاماميه والخلفيه. ولكن هنا عندي ترم كمان زياده موجود علشان يدي منظر شيك شويه للعربيه ومنظر مختلف بيجي من البلاستيك الاسود اللامع. مقابض الابواب مش في كل الفئات بتيجي بنفس لون العربيه، في فئات بيجي فيها اللون كروم، انا مش متذكر بالظبط انهي فئه بالظبط اللي بيجي المقبض بتاعها من الكروم. المرايات الجانبيه قابله للضبط والضم كهربائيا بدايه من الفئه الثانيه، اما المرايات او الاشارات الجانبيه اللي موجوده هنا برضو تبقى موجوده بدايه من الفئه الثانيه. الفئه الاولى الضم بتاعها بيكون يدوي، الضبط بتاعها بيكون كهربائي ومفيش فيها اشارات جانبيه. طبعا بتفتح وتقفل مع فتح وقفل العربيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، بتفتح وتقفل معاك. طيب من ضمن الحاجات برضو اللطيفة أو اللمسات اللطيفة اللي موجودة هنا في العربية إنه في عندي لمبة إضاءة صغيرة موجودة في جزء هنا من المقبض بتاع الباب، لكن الناحية التانية عند السائق علشان تنور لي مكان المقبض هنا. عندي طبعا كيلس انتري أو دخول العربية بدون استخدام المفتاح لباب السائق وباب الراكب الأمامي، بالإضافة للستارت ستوب انجن. طول العربية الإجمالي 4.49 متر، طول قاعدة العجلات 2.67 متر.
ودي طبعا يعني طول قاعدة العجلات مناسب جدا او يعتبر متوسط. ارتفاع العربية عن الارض 17 سم و2 من 10، وده ارتفاع برضو يعتبر مناسب جدا. في منافسين اعلى في الارتفاع، لكن في منافسين كمان اقل في الارتفاع من الكيا سبورتاج. طبعا الازاز الخلفي بيجي فاميه في الفئات كلها، مفيش فيه اي اختلاف، بالاضافة كمان لفريم من الكروم موجود حوالين الازاز الامامي والازاز الخلفي. من ضمن الاوبشنز الظريفه الموجوده هنا في العربيه انه عندي زرار لاداره المحرك عن بعد موجود هنا في الريموت كنترول. لو دوست عليه بشكل مطول بالشكل ده تلاحظ ان العربيه، خلونا نقفل الاول، ندوس شويه هولد كده العربيه بتدور. ممكن كمان اقفل العربيه، يعني انا دورتها شويه وممكن كمان اطفيها، لكن للاسف ما عنديش وحده رفع. بالنسبة لي أنا كعمر وحدة الرفع أهم من إن أنا أدور العربية وأطفيها عن بعد، يعني ده حاجة طبعًا أو تجهيز يرجع لك على حسب ما أنت محتاج. ده كده سريعًا جنب العربية، تعالوا بقى نتكلم على ظهر العربية وأبرز اللمسات الجمالية في البلاك إديشن. كلمة سبورتاج مكتوبة على باب الشنطة وبتيجي بلون أسود لامع أو الجلاسي بلاك، واحدة من أبرز اللمسات الجمالية في ظهر العربية هنا، بالإضافة كمان لشعار كيا الموجود هنا واللي هو نفسه اللي موجود في مقدمة العربية، الخلفية بتاعته باللون الأسود وكلمة كيا باللون الرصاصي الغامق، وطبعًا شكلها مختلف عن شعار كيا الموجود في الفئات اللي قبل البلاك إديشن. عندي كمان بعض اللمسات الجمالية، منها على سبيل المثال الديفيوزر الخلفي اللي بيجي من البيانو بلاك برضو أو بلاستيك أسود لامع، وعندي فتحتين شكمان حقيقيين موجودين هنا في النسخة البلاك اديشن. عندي كمان ترام من البلاستيك الاسود اللامع موجود هنا فوق الديفيوزر، ونلاحظ ان هو بيعمل زي فريم حوالين الجنبين بتوع الاكسدام. الجنبين دول عندي جزء هنا بيجي عواكس اضاءة، والجزء اللي فوقه بيجي لمبة للريفرس او الرجوع للخلف، واللمبة التانية للاشارة الجانبية اليمين، وهنا اللمبة خاصة بالاشارة الجانبية الشمال والفوج لايت الخلفية، بالاضافة كمان لعواكس الاضاءة اللي موجودة هنا. طبعا الجزء ده كله بيجي الاضاءة بتاعته هالوجين في كل الفئات، اما الاضاءة الرئيسية اللي موجودة في الفانوسين اليمين والشمال الخلفيين ففي الفئة التانية والتالتة موجودين بيجي هالوجين طبعا مع الفئة الأولى، أما في الفئة الرابعة والخامسة أو الفئات الأعلى بيجي الإضاءة بتاعته LED زي ما احنا شايفين. أما البار اللي موجود هنا ده بيبقى عاكس للإضاءة، في حالة إنه عربية قدامك الإضاءة بتاعتها عالية بيدي إضاءة هنا موجودة كعاكس للإضاءة بس مش أكتر. الإزاز الخلفي بيجي فاميه في كل الفئات، مفيش فيه أي اختلاف، في جواه سخانات عشان الشبورة والضباب مع مساحة خلفية. السبويلر الخلفي هنا بيجي في كل الفئات برضو مفيش فيه أي اختلاف، وعندنا كمان مثبت جواه الإضاءة التحذيرية الخاصة الفرامل. باب الشنطة بيفتح كهربائيا في الفئة الرابعة والخامسة بس او اعلى فئتين طبعا بلاك اديشن، وبيفتح بشكل كهربائي بالكامل، وفي كمان زرار موجود هنا اقدر من خلاله افتح باب الشنطه. مساحه الشنطه 466 لتر مستغلين بشكل كامل، طبعا هي بتقع في المنتصف ما بين المنافسين فيما يتعلق بمساحه الشنطه، في منافسين زي ما قلت لكم اعلى وفي منافسين اقل في مساحه الشنطه. المساحه هنا مستغله بشكل كامل، مفيش فيها اوبشنز كتير، يعني عندي بس وحده اضاءه LED موجوده هنا واماكن لتعليق الاكياس مع اماكن هوكس كده او اماكن عشان اربط من خلالها الحبال. في دور سفلي موجود تحت بيفتح على مرحلتين او على طريقتين بالشكل ده، في موجود طبعا الجنط الخاص بالجنط الاحتياطي بتاع الاستبن، بيجي بنفس الجنط بتاع العربيه، نفس المقاس ونفس الالوان ونفس كل حاجه، مفيش فيه اي اختلاف، كانه جنط حقيقي. ومعايا طبعا كمان الاجزاء الخاصه او العده الخاصه بالاستبن، بالاضافه كمان لكفر سوفت موجود هنا، ما بيبقاش هارد فبالتالي ما اقدرش استغله في ان انا احط عليه اي حاجه، بيبقى كفر بس مجرد كفر. وممكن طبعا ازود مساحه الشنطه لو فتحت الكنبه الخلفيه 40 60، لكن يمكن احد السلبيات البسيطه اللي موجوده هنا يعني ممكن ما تفرقش مع ناس كتير، ان انا ما اقدرش افتح الكراسي الخلفيه او الكنبه الخلفيه من الشنطه، لازم افتحها من جوه، ما اقدرش افتحها من هنا لان ما عنديش مقابض موجوده عند مساند الراس هنا. لو قفلنا الباب الشنطه طبعا بيقفل زي ما قلت لكم كهربائي بالشكل ده، هنلاحظ وجود الكاميرا الخلفيه اللي موجوده هنا، الكاميرا الخلفيه طبعا موجوده في الفئات كلها في الخمس فئات، بالاضافه كمان لسنسور الركن الخلفيه المثبته على طول الاصطدام الخلفي برده موجوده في كل فئات الكيا سبورتاج مفيش فيها اي اختلاف. ده كده سريعا ظهر العربيه، تعالوا بقى ندخل جوه ونتكلم على الكنبه الخلفيه، ومنها ننطلق الى الكونسول الامامي في العربيه ونتكلم على عوامل السلام والامان، يلا بينا. وصلنا للكنبة الخلفية في كيا سبورتاج وتحديدا في البلاك اديشن او الفئة الاعلى او الفئة الخامسة من العربية. مبدئيا المساحات لطيفة جدا هنا في العربية في الكنبة الخلفية تحديدا، من ابرز اللمسات الجمالية الموجودة هنا واللي بتميز البلاك اديشن عن غيرها من الفئات هو الفرش او لون الفرش تحديدا اللي بيجي من الجلد وبيجي طبعا باللون الجملي اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي. هنلاحظ كمان انه نفس اللون ده موجود هنا في الابواب
الابواب بتيجي الجزء ده بيجي من البلاستيك، لكن البطن بتاع الباب هنا بيجي من الجلد، الجزء ده بيجي من البلاستيك وبيكمل معايا البلاستيك بشكل كامل في الباب ما عدا زي ما قلت لكم البطن بتاع الباب ومسند الكوع اللي بيجي من الجلد، لكن كله بيجي بنفس لون الفرش بتاع العربية اللي هو اللون الجملي باستثناء الجزء اللي فوق ووحدة التحكم في الإزاز الخلفي. بالمناسبة الإزاز الخلفي زي ما قلنا ان هو بيجي فمي ولكن ما بيجيش اوتوماتيكي، الإزاز الأمامي فقط هو اللي بيجي اوتوماتيكي، يعني بضغطة واحدة بيفتح وضغطة واحدة بيقفل. عندي مسند ايد خلفي موجود هنا في 2 كاب هولدر ودول موجودين في من اول فئة في العربية ما فيش فيها اي اختلاف. برضو من ضمن الحاجات اللي قلت لكم عليها هو ان احنا ممكن نتني الكنبة 40-60 عشان نزود مساحة الشنطة، ولكن يمكن من ابرز السلبيات الموجودة ان احنا ما عندناش مقبض موجود هنا، المقبض بتاع الابواب بيبقى موجود في الجنب من هنا كده بالشكل ده علشان اقدر اتني الكنبة الخلفية، فبالتالي عشان تتنيها مش هينفع تتنيها من الشنطة، لازم تتنيها من عندي من هنا. طيب وطبعا ممكن اظبط الارتفاع بتاعها او الميل بتاع الظهر على حسب ما انا محتاج. عندي احزمة امان ثلاثية التثبيت موجودة هنا في الظهر العربية او في الكنبة، موجود هنا وموجودة كمان في الجزء ده من السقف بتاع العربية. عندي نفق الفتيس مرتفع مش منخفض، وبالتالي الشخص اللي يقعد في المنتصف يعني يا ريت يكون صغير، ممكن احط رجلي على نفق الفتيس. لو انت مقاس رجلك 46-45 فانت رجلك هتبقى كبيرة مش هتيجي عند نفق الفتيس، لكن بشكل عام العربية ممكن تاخد 3 بالغين وزنهم وحجمهم كبير، يعني مش هيبقوا مرتاحين قوي ولكن يعني بشكل عام ممكن تاخدهم. عندي فتحات تكييف خلفية وفتحتين، واحدة USB واحدة 12 فولت، ودول موجودين من الفئة الأولى ما فيش فيها أي اختلاف. من ضمن الحاجات اللطيفة أنه ظهر الكرسي بتاع السائق وظهر الكرسي الراكب الأمامي بيجي من البلاستيك الجاف شوية، وفي تجويفات موجودة عشان الركب في حالة أن أنت أطول من كده ركبك ما تخبطش في الباب وفي الكرسي. ومع ذلك الكرسي أنا ظبطه على وضعية القيادة الطبيعية بتاعتي وعندي مساحة لطيفة جدا، أكتر من 5 صوابع موجودين، ممكن يعني أخد راحتي كويس جدا وأنا قاعد، بالإضافة كمان لارتفاع الكرسي عن الأرض والقابل لضبط الارتفاع بتاعه هنا في الفئة الخامسة، سواء كرسي السائق أو كرسي راكب الأمامي الاثنين قابل لضبط الارتفاع بتاعهم كهربائيا، وده برضو أحد المميزات الموجودة هنا في الفئة الخامسة. طيب ايه تاني ممكن نتكلم عنه هنا؟ عندي انا كمان فتحة السقف اللي موجودة، فتحة سقف كبيرة بانورامية ما بتفتحش بشكل كامل، الجزء الخلفي اللي موجود هنا ده ما بيفتحش لكن بيفتح الكفر بتاعه بس، اما الجزء الامامي فبيفتح بشكل كامل، يعني تقريبا بتفتح لحد نص السقف، والسقف نفسه بيجي من اللون الاسود برضو بشكله مختلف ومميز. ده كده سريعا الجزء الخاص بالكنبة الخلفية، تعالوا بقى نطلع قدام ونتكلم اكتر عن تفاصيل الكونسول الامامي وعوامل السلامة والامان والانفوتينمنت سيستم الموجود في كيا سبورتاج 2022. يلا بينا. وصلنا للكونسول الامامي في كيا سبورتاج 2022 وتحديدا في الفئة الخامسة والاعلى تجهيزا، وزي ما بنبتدي دايما بعوامل السلامة والامان. هنا في الفئة الخامسة ولحد الفئة الثانية عندنا 6 ايرباج موجودين في العربية، في حين ان في الفئة الاولى عندنا ايرباج واحدة بس. عندنا 6 ايرباج هنا في الفئة الخامسة، بداية من الايرباجز الامامية، يعني 2 امامي 2 جانبي و2 ستائري. اما في الفئة الاولى زي ما قلت هي ايرباج واحدة، ولكن انظمة الفرامل في العربية واحدة ما فيش فيها اي اختلاف، ABS ABD، وعندنا كمان ESP او نظام الاتزان الالكتروني. ما عندناش تراكشن كنترول في العربية، لكن عندنا النظام التوازن الالكتروني وضبطه مع عجلة القيادة. انا ما اعرفش ده بالظبط بيشتغل ازاي، ولكن ده احد انظمة السلامة والامان اللي بتتميز بها الفئة الرابعة والخامسة، مش موجودة في بقية الفئات. وعندنا كمان اضافة موجودة برضو في الفئة الرابعة والخامسة مش موجودة في بقية الفئات، وهي فرامل الايد الكهربائية اللي موجودة هنا، اما الفئات اللي تحت الرابعة والخامسة فبتكون فرامل الايد يدويه. ده كده سريعا ما يتعلق بعوامل السلامه والامان. لو حابب تضيف كمان موضوع الكاميرا الخلفيه والسنسور الخلفيه فهي موجوده بدايه من الفئه الاولى لحد الفئه الاخيره، ما فيش فيها اي اختلاف. الشاشه اللي موجوده هنا في الافتيم سيستم شاشه 8 بوصه طبعا تاتش سكرين، موجوده بدايه من الفئه الاولى ما فيش فيها اختلاف، ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ولها وحده تحكم على مقود العربيه او مكان في عجله القياده، موجوده على شمالك هنا، وطبعا على يمينك موجود هنا الكروس كنترول او مثبت ومحدد السرعة الموجود في جميع فئات كيا سبورتاج بداية من الفئة الأولى. لو بصينا هنا على شاشة العدادات فهنلاقيها شاشة عدادات أنالوج عادية تماما، ما فيش فيها أي أوبشنز، بالإضافة كمان لشاشة 3.5 إنش موجودة في المنتصف بتيجي أبيض وأسود، بتديني كافة المعلومات الخاصة بالعربية سواء درجة الحرارة بتاعت العربية، درجة حرارة الجو من وراك أو حواليك، بالإضافة كمان للبنزين ودرجة الحرارة وما إلى ذلك.
طيب على الجزء ده عندنا التكييف. التكييف بيجي الدول زون في فئتين الرابعة والخامسة، أما بقية الفئات بيجي تكييف عادي جدا. طبعا في عندي فتحات تكييف خلفية زي ما قلت لكم، وإحنا بنتكلم في ظهر العربية بيبقى عبارة عن أزرار وبكر، ما فيش فيه أي حاجة تاتش سكرين، بالإضافة كمان لبلوتوث سيستم موجود هنا مع كمان الراديو أو نظام الانفوتيم سيستم المتعلق بالشاشة اللي موجودة هنا. الشاشة التاتش بتاعها لطيف وبيعمل صوت كده غريب، ولكن يعني إيه الشاشة بشكل عام التاتش بتاعها ظريف وسنسيتيف، يعني عنده حساسية في التحكم. ممكن كمان اتحكم في التكييف من خلال الشاشة اللي موجودة هنا زي ما قلنا. تعالوا كده نشوف الكاميرا الخلفية. للأسف الريزوليوشن بتاع الكاميرا الخلفية برضو مش احسن حاجة، يعني مقارنة بسعر العربية في كاميرات يعني ممكن تكون انضف من كده. زي ما قلت لكم الشاشة فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو. يعني بشكل عام البلاستيك مستخدم بكثافة في المقدمة للأسف، هنا في الكونسول الأمامي يعني الجزء ده بيجي من بلاستيك، الكونسول الوسطي بيجي من البلاستيك، الجزء ده بيجي سوفت ماتيريال، ولكن سوفت ماتيريال ملمسه ملمس البلاستيك، مع انه واخد تشبيحة الجلد ولكن الملمس ملمس بلاستيك، لما تيجي تحط ايدك عليه هتلاقيه ان هو يعني طري شوية. هنا في الأبواب الأمامية سوفت ماتيريال موجود مكان البلاستيك اللي هو الأماكن اللي باللون الأسود دي اللي هي أعلى الباب، دي بتيجي سوفت ماتيريال، والبطن بتاع الباب بيجي من الجلد ومسند الكوع كذلك. أما وحدة التحكم في الإزاز فبتكون اللون الاسود من البلاستيك الاسود. مساحات التخزين في الابواب الاماميه اكبر من الابواب الخلفيه، وطبعا زي ما قلت لكم الازاز الامامي بيجي اوتوماتيك، سواء ازاز الراكب الامامي او ازاز السائق بيجي اوتوماتيك، ضغطه واحده بينزل وضغطه واحده بيطلع. الكراسي الاماميه هنا في الفئه الرابعه وفي الفئه الخامسه كمان بتيجي كهربائيه في التحكم بتاعها، 10 اتجاهات للسائق و10 و8 اتجاهات للراكب الامامي، طبعا من ضمنهم ضبط الارتفاع بتاع الكرسي كهربائيا وبالكامل. عجلة القيادة بتيجي من الجلد، ومقبض الخاص بعصاية الفريز برضو بتيجي من الجلد في الفئة الرابعة والفئة الخامسة. عندي هنا كمان شاحن وايرلس موجود في الفئة الرابعة والفئة الخامسة، فتحة USB مع فتحة 12 فولت مع مكان للولاعة. طبعا مسند الايد بيجي من الجلد، وطبعا غير قابل للاطاله، ولكن في تحت منه مساحه تخزين لطيفه جدا، لكن ما فيش فيها اي استغلال، يعني ما فيش فيها فتحات ولا فيها اي اجزاء متعلقه بالاستخدام الموجود هنا. عندي فتحتين او مكانين كاب هولدر موجودين هنا مع مساحه تخزين صغيره موجوده هنا، والجلافز بوكس الموجود بالشكل ده طبعا بياخد يدوب الكتالوج بتاع العربيه. هنا في عندي اجزاء بسيطه كده بتديني تحذيرات المتعلقه بقى بربط حزام الامان والانتظار لما تيجي تضرب الانتظار، يعني شويه حاجات كده ايه ظريفه بتديك الاضاءه الموجوده في الجزء ده. الستارت ستوب انجن موجود بدايه من الفئه الثالثه والرابعه والخامسه، بالاضافه كمان لمنظومه الكيلس انتري او دخول العربيه بدون استخدام المفتاح زي ما اتكلمنا في جنب العربيه. عجله القياده قابله للضبط في الاتجاه ده وده وده وده، يعني اربع اتجاهات بالشكل ده. على شمالك في عندك زرار لفتح الشنطه، وفي عندك زرار لضبط الاضاءه في الاضاءه بتاعت شاشه العدادات، وفي عندك زرار كمان لضبط ارتفاع عدسه الاضاءه الاماميه الموجوده هنا. المرايات الخلفيه اللي موجوده هنا بتيجي اوتو دامينج في الفئه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، فتحه السقف اللي موجوده هنا موجوده بدايه من الفئه الرابعه والخامسه، طبعا فتحه سقف بانوراميه، الغلاف بتاع السقف نفسه بيجي باللون الاسود هنا في البلاك اديشن، وبيكمل معايا القوائم الجانبيه والطبلوم من قدام، كل ده بيجي باللون الاسود، فانت تحس ان العربيه من جوه بتبقى تو تون او لونين، اللون اللي موجود في المنطقه اللي تحت بيبقى باللون البيج، ومن المنطقه اللي فوق كلها بتبقى باللون الاسود. بصراحه لقطه جماليه لطيفه ومميزه هنا في العربيه. ده كده سريعا ما يتعلق بالكونسول الامامي وعوامل السلامه والامان والانفوتيمنت سيستم الموجودين هنا في كيا سبورتاج 2022 وتحديدا في البلاك اديشن. بكده نكون وصلنا لنهايه الريفيو بتاعنا لكيا سبورتاج 2022 وتحديدا نسخه البلاك اديشن او الفئه الاعلى تجهيزا من العربيه. بشكركم جدا على متابعتكم، ان شاء الله نشوفكم في عربيه جديده وريفيو جديد، ودايما بفكركم في نهايه كل الريفيو لو عجبك العربيه او حابب ان انت تمتلكها في يوم من الايام، مهم تنزل تتفرج عليها بنفسك، تتعرف على الاوبشنز اللي فيها وتتعرف على اللي انت محتاجه منها واللي انت مش محتاجه. بشكركم جدا ونشوفكم على خير ان شاء الله في عربيه جديده وريفيو جديد. مع السلامه.